شنو حكايه كف تفتيش وبطاقه تعريف؟ انا عندي زوز كف تفتيش، واحده على المينيتير معناها مشيش عديت عام مينيتير في بلش بها ما وصلنيش جمله، <applause> هبطت روشرشي، وواحده على العنف، عملت عركه وسيبوني بعد كنا نقري روحي حسيت وصفيت وضعيتي كل شيء، ضاعت لي بطاقه تعريف وقت سي طلعت الكفتة تفتيش من والكف الا بالبطاقة تعريف وانا ما عنديش بطاقه تعريف طول اللي شدني بطاقه بيت تعريف مثلا نعطي اسمي على الرابع وشرشي شرشي اللي في مركز قريب الخمس سنين وانا هكا نقف قدام الرئيس الرئيس قريب خمس سنين وهي تاجل فيا عملت في موضوعك اش عملت على المينيتير فهمت كيف؟ اش عملت نقول لها راهو على البطاقه تعريف راني على البطاقه تعريف معناها ما يحبوش ينحوا لي تفتيش الا بالبطاقه تعريف والبطاقه تعريف ما تطلع الا ما تطلع الكف تفتيش كيف تطلع بطاقه تعريف انت لو شرشي فهمت كيف؟ حاسين له واحلى كيفاش هذا كيفاش توا يو... انا انا حقي معناها انا توا عندي حكينا حق معناها هنا يقول لك حقك بطاقه تعريف حقي ما خديتوش لي هو بطاقه تعريف باش يوقفني بوليس نقول له شد معناها ها حقك معناها فهمت كيف كيفاش تقول لي انت دوله وعالم وقت تشوف بالله توا عيشه هذيا نتاع بشر معناها فما بشريه تعيش هكايا 2020 بشريه تعيش هكا واخذ العباد شهر ساره في الكلاتوس ما عندها وين تمشي ما عندها ما تعمل قلقنا قلقنا الاربعه نتاع العشيه لا فما قاوي لا فما حد شيء تي هو اللي في الوقت هي القهوه تروح تروح على مين ضيعوا بيه النهار الارض شنو بطال عباد ربي يعلم به لا فما خدم لا فما حتى شيء فما حتى شيء في الدوله ريت البلاد هذه ما فيها حتى حتى, حتى شيء البلاد الكل بصفه عامه بلاد الكل ما فيها خ... البلاد الكل ما فيها شيء اغزر اغزر البلاد الكل ما فيها شيء فما حوم خير منا على الاخر وهم حوم شعبيه خير منا على الاخر انت اغزر الحومه هذه تفهم لي نحن عباره ما نش عايشين في في ما نش عايشين جمله ما نش في الكره الارضيه جمله معناها فهمت كيف حاشاك حيوان يمكن خير اما نحن الحمد لله نعيش رجال ولباس كل ونحبوا جبل الاحمر ولا جبل الاحمر على على ريسهم الكل اول حاجه العمر خمسين سنة أبا عن جد مداربو أمي هيك غاديكا هذيك طاحت ولد دب نتاع بلدي أنا تو خمسين سنة الكلاتوس توس هذي كنت تدخل يدك ما تشوف حتى شيء شوف كيفاش فرغ شوف الدنيا فرغها ما نعرفش بن علي أمور سياسة أمور هذيك وأمورهم هم أما أموري أنا أبو ثلاثة صغار أنا ولا أنا قلت لك كبرت تولد تولدت هنا وجبت عرست وجبت الصغار لهنا والكلاتوس ما تبدل فيه حتى شيء أه التلفزه آه هايك آه وزاره الخارجيه هايك شيراتونا هاوك او رامبوا زويتنا هاوك الضو وخزر الضو هذاك رامبوا زويتنا علاه ما يعملوا الناس كياس من هنا علاه علاش ناس تحبوا كان الضيق ويحبوا والحومة الوحيدة لا فيها كوش لا فيها باتسيري لا فيها قهوة لا فيها حمام أه م م م حتى المرشي زبلة المرش ما هوش مرش أه ما شوفوا حل عملوا لنا مركب ترفيهي لهنا باهي ما تحبوش متصالحه للبني ومش صالحه لحد شيء يا تعطوها تقسموها معنا للعباد يا ذا يعملوا لنا مركب ترفيهي للصغار نحن عشنا في الفقر وفي الكلاتوس نزيدوا نقعدوا ديما عايشين في الكلاتوس وفي الفقر حتى اولادنا تكبر وتبقى في النمط هذاك هو بيده شوفونا وضع شهر انا اخزر اخزر من هنا نوتردام و... وشاد لي زويت واخزر من هنا العمران او لهنا او باردو من هنا عليه اخويا علاش عليه محقورين نحنا رانا فينا كلنا امورنا واضحه راه ما مع معنا وما فما حد يجي غير انتخبونا انتخبونا وما فما حد شيء يعني انا تمشي تنتخبهم وبعد ما حل السره تلقى خير الحكايه ما فيها حد شيء اخزر الزبله كيفاش يجيبونا في الزبله ويبزعوا فيها عند علينا لهنا اخزر والدعم عنا صغار وعنا دنيا شم الروايح ديما نبقاو طول عمرنا نعيشوا في الحكايه هذه نحنا شنو الرساله اللي تحب توجهها شنو طلباتكم شفونا... اليوم شو الكلاتوس شوفوا لنا حل في الكلاتوس يجوا هو يركب في هليكوبتر ويشوف البلاصه ويشوف الدنيا يا اخي انا باش نجي انا 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 تحل كياس من هنا تو <تسعيل> تو مسقط ولا عملوا جبان اخويا نبيعوا الزيوان و... الواحد وكا هو ونفونا نحنا معنا بالحق عملوا جبان ما عادش عند ما عندهمش وين يدفنوا ها عملوها جبان اخويا تو ندبر روسن ولا نتكتكوا <متوس> ربما إيه الكلاتوس الكلاتوس هذا والظلام الجبل الاحمر هذه راهي تنبك العاصمه ربما الكلاتوس هذا والظلام هذا والدحسه هذه هي اللي تخلي الناس تخوف من البلاصه تخاف بلوتو تخلي الناس تخاف من البلاصه هذه صغيري علاش انا يكبر على الشيء هذا صغير يا مان شباب صغارهم هما تكبر على شيء ما خير و... ودنيا واحد ونحن ديما صغارنا نحن كبرنا عليه نحن نزيدوا نكبروا صغارنا اما راهي ما تجيش راهي والله ما تجيش قلت لك انا تولدت هنا 50 سنه نعرف الكلتوس هكا، ولدي توا 16 سنه بيعرف الكلتوس هكا، الى متى باش نبقاو هكا؟ الى متى؟ فهمني ما الى متى؟ محقورين نحن، عليه كان حاقرين الجبل الاحمر، هذيك تولي حكايه اخرى. شو انت قلت لي شنية هي الحاجه؟ اعملوا لنا ابسط حاجه، معناها ابسط حاجه، اعملوا لنا مركب ترفيهي خلي صغيراتنا تتفرح. حاجه ساهله. مسؤولين انتخبتوهم. أي. اهل المنطقه انتخبتوهم اللي هما توا موجودين مسؤولين على المنطقه هذي بلدية رئيس بلديه, ولي ولي المعتمد ولي. العمده وينهم وينهم انا هنا بشرقه تبع فيهم ما فما اقوى منهم فما علاش اللي اكبر منه ما يحطش عليهم واحد يراقبهم شنو قاعدين يعملوا فما شكون جاي شاف البلاصه هذه شاف اهالي المنطقه هذي شنو مره بن علي جا لهنا اكا في عهد بن علي مره بن علي جا لهنا ووقتها باش يحبوا يردمونا نحنا لهنا يخرجونا كيف ما عملوا في سيسيليا في حلق الواد زدموا عليهم بالتراكسوات وكلاب وواحد والناس كلهم مشيت جو باش يعملوا لنا كيكه 14 في بالضبط ليله 15 جانفي هي هي ليله نحات بالفيديو بدات تقتل في الحيوانات ما عادش فيها حيوانات جمله بالفيديو شحوالها المنطقة اللي تعيشوا فيها؟ المنطقة اللي نعيشوا فيها مساكن عبادها مظلومة على الأخر بدرجة كبيرة، كل قاري، كل مش قاري، كل ما يعمل فيه حتى شيء، كيف اللي يعمل كيف ما ما فما حد شنو اللي فيها هما ميت لا كيما قالك لك لا باتسيري لا حتى شيء، فيها كان دب الزبلة باش يمرض صغارنا يمرضنا، كان توسكي من هكا يعلم صغارنا شو باش علام؟ كان وقت اللي يغزر يتلفت كان توسكي من هكا الباب المحلول للفساد. <applause> صحيتك يمشي غاديك كيما قال لك جون تو يدور وشيخ اموره وما على بالوش ما فما حتى شيء حتى تو فما تو حتى تاكسي تو قلوا طلعني الحمى هذي قلوا لك لا ما فيش علاش عم عملت لنا اسم خايب انتي كي تجي تدخل هكا اش باش يقول باش يقول اولادها كلها فاسده كلها هامله كل بار كونتر احنا علاش حمى عاديه كالناس الكل الكلهم الوليدات الكل الكل, هم الوليدات الكل. الكل هم. صحيح تهمه معني ودكتوره دي طفل مات مش في اي مكان في اللي والله, والله وخدم في الإنسان كما قال وما عليناش اما علاش يزيد معناتها تبقى نفس الحكايه معناتها هذا ما يشجعناش ما يشجعناش باش نقريو صغارنا معناتها ما يشجعناش باش صغارنا توصل تجيب تعطي مثلا صغير تقول له شوف لي نقرا وصل باش يقول باش يقول في كقراوه كفل مرمه وكدرشرو معناتها باش ياخذ المثل هذاك عليه خايفة على صغارك يضيعوا يتعلموا الزات لا يتعلموا كاين الفساد يعيشوا صغاري ولا صغار الكل الكل تحوزوا نهار الاول باش تحوز غيرك ما يخرج للشارع باش تخليه ما تكتيش مع العباد باش تربيه في الدار جمله ما يعرفش معناتها شارع ما تجيش ما تجيش معناتها لازم يعملوا حل اما في بلاصه اللي هكايا علاش دب وزبله انت تتعدى جا شوف قداش من صغير ازماتيك وكبير زي. ريحه قويه ديجا نشوف اي ايه. علاش مش حل علاش هذا كيما قال لك هذا الكل يتعمل الحل انت كي هذا يولي عادي لا 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 نحينا انت انت كي تتعدى الكراهب من هنا هذا مش باش تحل كلها مشاريع هذا حوينيت باتسيري وهذا حوينيت ادرا شنو وهذا هكا ومرشي ومنتزه الصغار تلعب فيه مش باش تحل صحيح مش باش يتحل هذا الكل رأي كل فرونسيز هنا راهو رو روبرت سنوز هنا راهو مونديز فرونس هنا راهو معناتها يقراو في, كل بثمانية 8 ملايين العام ولا ب 10 ملايين بجنبنا درج علينا نحنا يهبطوا يوقفوا في حومتنا باش يهبطوا على ساقين نجيو احنا وعندي غير نسكنوا في عالم اخر وحدنا ثمانية متاع الليل لا تلقى خبزة لا تلقى من عرش باكو حليب كعبة, كعبة. لا تلقى حتى شيء سمحني عش أختي كلمة بركة نحنا مثالش كبرنا على الشيء هذا وتعدينا عليه وفهمنا رواحنا واحد نحنا صحيح صغارنا تو ما نحبوهمش يا خويا يعيشوا في اللي عشنا فيها احنا يرحم والدين والديكم يا مسؤولين يا خو يا خبراء يجوا خويا شوفوا المنطقة المفيدة خويا صغارنا خلي ما نحبوهاش تعيش في المنظر هذا وفقر بوقت برسمكم شوفوا لنا حل في الكلاتوس نحن بجنبنا جنيه شيراتون الاذاعه هكا ولا وزاره الخارجيه نجموش نسكروا كياسات شوف يا خويا اسمعيني تونس نحن نحبه خويا التنسيقيه نتاع الكامور خير منا نحن واحد تعرف هكا باللحيه كف... هيش تعليه العالم يا نحنا نحن تونا نحن يرجع البترول لزوم ولا الجبل هذام تغزلهم هذام الكل هنا كامور وانا كاموره ما <تضحك> لا اختي باش نقول كلمتين لحظه استناني <تضحك> ايش <تضحك> قلت لي ما تعشيش وهذه الكل شنو هذيك والله العلي والله انا يبدي بالخبز وماء هذيك بالله يا اختي باش نقول كلمتين لحظه نازك نازك للدار زوز تعشوا زوج لا غدا الاخرين يتعشوا. بالرسمي كل عاسك اللي لا وركز نحن في الدار بالحق بالقرعه اليوم بابا واختي اليوم خويا وامي ما تعشوش ريثي <applause> في العيد بار زوم نسوي شويه ليا ونحطوا طريف دم وطريف الحم ونقول واو العيد اقسم بالله عملها بو هذا شرا جلد وصب شوي دم زعما زعما يكنس وقال يا مرات زغرت على الجيران اقسم بالله ها آه هو عملها بو والله ربي زوية ولا رانا زويولا على الاخر بالرسمي إيه لا ني يا بنت شوفوا لنا حل بالرسم كيما قال اقسم بالله العظيم نحبوه والله والله نحبوه بعد يقولوا شبينا حرقنا نحبوه تونس نحن اقل ثلاثة اسبوع معدي ولا شنو معناتها هذا يحكي على على يخ الحبس على الحبس على الحبس صح البرميل هذاك ثلاثة أسبوع نتاع ثلاثة أسبوع, أسبوع معناتها سبعة وسبعة وسبعة فهمتني في الكارتون سموها برميل فهمتني هذايا معديها ثلاثة أسبوع يعني واحد وعشرين سنة أنا يعني الحب كلمة واحد كان مش توصلوها خويا في الحبس أكهو سيبو أكهو تعب أكهو تعب يزي أكهو